السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. إن شاء الله إحنا مكملين بتسجيل محاضراتنا فيما يخص أمور التكييف، وأيضا سلسلة الفيديوهات اللي إحنا بنقوم بتنزيلها على قناتي على اليوتيوب. الشيء اللي إحنا طبعا تكلمنا فيه في المحاضرات السابقة، تكلمنا عن موضوع التهوية وانتهينا تقريبا من جزء كبير منها. متبقي عندنا بعض المحاضرات إن شاء الله راح نقوم بشرحها تباعا. في الأمس أيضا تكلمنا في بعض الفيديوهات عن موضوع التأسيس الصحيح، وقلنا عن أهم نقطة في موضوع التكييف، وأشرنا إلى أنه بايب الغاز من أهم المواضيع. واليوم أيضا قمنا بتصوير يعني المواقع، وبينا الشيء اللي شرحناه في المحاضرات السابقة. اليوم إن شاء الله احنا بدنا نتكلم عن موضوع كثير مهم، وأنا بحب أبدي رأيي في هذا الموضوع لأنه أنا بشوف في هذا الموضوع كثير فيديوهات وكثير أمور ممكن احنا نبدي رأينا الشخصي فيه، سواء اختلفنا مع الأشخاص اللي طبعا بيشرحوا هاي الأمور أو اتفقنا. لكل وجهة نظره في هذا الموضوع، فأنا بالنسبة لي طبعا بتكون هاي وجهة نظري الشخصية، وما ما بحب طبعا يعني أغلط أي إنسان بيشرح في هذا الموضوع، ولكن مثل ما قلنا إحنا بنحب نبين وجهة نظرنا على أساس ممكن نكون طبعا مصيبين في هذا المجال. الشيء اللي إحنا بدنا نتكلم عنه هو كيف بيتم طبعا حركة الهواء داخل مجاري الدكت، وكيف بيتوزع الهواء، وكيف بيتم التبادل الحراري ما بين الهواء الساخن وما بين الهواء البارد. أنا حبيت أتطرق لهي النقطة إن شاء الله. قبل ما إحنا نبدأ، أنا بدي أبدأ بشرح يعني أنواع وأشكال التكييف المختلفة اللي موجودة طبعا داخل السوق واللي احنا بنتعامل معها. جميع انواعها احنا راح نشرحها ان شاء الله ونبين الفروق ما بينها، ولكن انا حبيت ابين بعض الامور قبل ما نبدا في هذا الموضوع. الشيء اللي احنا بدنا نتكلم فيه اليوم هو مثل ما قلنا طريقة يعني التبادل الحراري، وكيف تنتقل الحرارة من الهواء البارد الى الهواء الساخن. ولكن كالعادة احنا راح نشرح بطريقتنا المبسطة والشيء العفوي، لأنه احنا شرحنا دائرة التبريد بشكل نموذجي موجود عندنا على القناة على اليوتيوب، وعملنا أكثر من 50 محاضرة مطولة شرحنا مبادئ تكييف الهواء وأيضا دائرة التبريد من الصفر حتى انتهينا من تصميم المكيف بشكل كامل. ولكن الشيء اللي أنا اليوم بدي أتكلم فيه هو إنه إحنا بدنا نتكلم عن الشيء العام، أو عن يعني نشرح الصورة اللي إحنا بدنا نوصلها لعامة الناس، يعني مش أكثر من يعني الموضوع ما بدنا نوصله للمتخصصين في هذا المجال، لأنه موضوع التخصص إحنا تكلمنا فيه. إحنا الشيء اللي بدنا نوصله في هذه المحاضرة حتى الناس في بعض الأمور طبعاً بتتصرف وبتطلب أشياء خلال مشاريعها، مثلا من مقاول التكييف أشياء بتضر المالك أكثر ما بتفيده. فلذلك إحنا راح نشرح هون عندنا على مثال بسيط، نشرح بطريقة طبعا إحنا مثل ما قلنا بطريقتنا العفوية والمبسطة. أنا بحب دائما أستخدم الأسلوب المبسط حتى نوصل الفكرة. بالتالي الشيء اللي أنا بدي أوضحه إنه على سبيل المثال أنا عندي هذه الغرفة، هاي عبارة عن غرفة موجودة عندي، وأنا بدي أبرد هذه الغرفة. فإحنا جبنا مكيف بكل بساطة اللي هو هون عندي، هاي الماكينة الوحدة الداخلية اللي إحنا نسميها الـ FCU، تمام؟ هاي الفان كويل يونت موجودة ومربوطة طبعا مع وحدة خارجية، بغض النظر عن أسلوب التكييف اللي احنا راح نشرحه في محاضرات قادمة إن شاء الله.
بالتالي أنا عندي هون هذه الوحدة الداخلية بتعطيني هواء بارد، بتدفع هواء بارد. وإحنا طبعاً انتهينا من موضوع تصميم الدكت ورسم الدكت، وكل ما يتعلق في الدكت موجود عندنا على القناة على اليوتيوب. بالتالي إحنا الشيء اللي أنا حاب أوضحه أنه بشوف أنا في بعض الممارسات اللي إحنا بنشوفها من وجهة نظرنا خاطئة، ويعني بنحب ننبه عليها يعني من خلال خبرتنا العملية في مواقع العمل، لأنه لازم الكاستمر أو أصحاب المشاريع يعرفوا هاي الأمور، على أساس أنه إحنا لما نطلب منهم شيء معين ونقول لهم أنه هذا الشيء خاطئ هذا الشيء صح هم يقتنعوا. فلذلك أنا بحاول من خلال محاضراتي، وبحاول من خلال طبعا الفيديوهات العملية اللي إحنا نصورها في مواقع العمل أنه نوضح ونوصل الفكرة، لأنه إحنا عادة صاير في كثير طلبات من الكاستمر بشكل عم بيسيء الكاستمر عم بيسيء لنفسه من خلال هاي الطلبات. فأنا هون حاليا اليوم بدي أشرح كيف بتتم عملية تبريد هذه الغرفة. أنا عندي هذه الغرفة اللي موجودة عندي على سبيل المثال، مهما كان حجمها احنا صممنا هذا المكيف وقررنا انه احنا بدنا نركب هذا المكيف بهذا الحجم التبريدي اللي موجود معنا. بالتالي احنا هون شفنا انه هون عندي مقاسات الدكت اللي شرحناها وعرفنا كيف نصممها في المحاضرات السابقة، وقلنا انه الهواء البارد طبعا بيدخل داخل هذه المجاري او هذه المسارات وبيخرج من فتحات، تمام، وبيتوزع داخل هذه المساحة، وبالتالي تبدأ عملية التبريد. طيب احنا بدنا طبعا نشرح بشكل مبسط. خلينا احنا نعتبر انه هذه الكرات الصغيرة اللي موجودة عندي هون هي عبارة عن ذرات الهواء. طبعا الهواء مثل ما قلنا هو عبارة عن مائع، وهو يعتبر من الموائع ولكن القابلة للانضغاط، هو نفس السائل نفس الماء نفس الزيت، كلها تعتبر في العرف الهندسي الميكانيكي عبارة عن موائع، ولكن هون احنا المائع مثل ما شايفين عبارة عن ذرات من الهواء متباعدة عن بعضها البعض. طبعا الشيء الطبيعي واللي احنا بنعرفه انه ذرات الهواء رح تطلع عندي من هذه الوحدة، هون بيكون في عندي الكويل البارد، تمام، تقوم طبعا هاي هون في عندي مروحة تقوم طبعا بدفع الهواء سحبه من الخلف ودفعه داخل هذه المجاري اللي موجودة معي أو الدكتات. بالتالي احنا هون داخل هذا الدكت بيكون عندي عبارة عن ذرات هواء باردة، وطبعا بتخرج من مخارج، احنا بنفتح الدكت من هون بفتحات معينة درسنا هذا الموضوع مثل ما قلنا، وتخرج هذه الذرات الباردة من الفتحات باتجاه هذه الغرفة. طبعا هذه الغرفة احنا مثل ما شايفين هون في عندي الذرات اللي انا هون امثلها باللون الاحمر هي عبارة عن ذرات الهواء الساخن، فاحنا راح نعتبر انه انا عندي هذا المكان اللي موجود معنا هون حاليا احنا ما شغلنا المكيف، بالتالي انا عندي كامل هذا المكان فيه ذرات عبارة عن ذرات هواء ساخنة وتحمل الحمل الحراري اللي موجود حسب طبعا الحمل الموجود سواء كان مرتفع أو سواء كان منخفض. بالتالي دور المكيف عندي أنه نتخلص من هذه الذرات الحمراء ويصير عندي بدل هذه الذرات عبارة عن ذرات زرقاء باردة حتى احنا نحصل على درجة الحرارة المطلوبة تبريديا. أنا الشيء اللي بدي أشرحه وأبينه واللي حاب أنا يعني أركز عليه أنه أنا كيف تبدأ عملية التبادل الحراري. طبعا دائما المحتوى الحراري اللي بيكون عندنا هون موجود ضمن هذه الذرات الحمراء ينتقل من الذرة هاي اللي نعتبرها إحنا ذرة ساخنة إلى الذرة الباردة اللي موجودة معنا. يعني أنا هون إذا كانت عندي ذرة الهواء هذه أجت لهون مثلا بجانب هذه الذرة الحمراء هون عندي، فصار عندي هون طبعا ذرة ساخنة وتحمل محتوى حراري واللي هو قلنا عنه احنا
الحمل الحراري اللي احنا قمنا بحسابه من خلال طبعا الدراسة اللي درسناها سابقا. فطبعا عند تلامس الذرة هذه مع الذرة الباردة مع الذرة الساخنة موجودة عندي هون، راح يصير في عندي يبدأ طبعا التبادل الحراري، وتنتقل الحرارة طبعا من الذرة الساخنة إلى الذرة الباردة حتى يصير في عندي طبعا توازن حراري. فإحنا لو اعتبرنا أنه هذه الذرة اللي موجودة عندي هون الساخنة كانت درجة حرارتها 45 درجة مئوية، ودرجة حرارة هذه الذرة الباردة على سبيل المثال طالع عندي من المكيف بدرجة حرارة 13 درجة، فهون راح يتم التبادل وراح يتم التلامس ما بين الذرتين، وتبدأ طبعا هذه الذرة بالانخفاض في درجة حرارتها، وهذه الذرة تبدأ بالارتفاع حتى يصير عندي توازن بدرجة معينة، وذلك حسب طبعا الزمن المستغرق بتلامس هذول الذرتين اللي موجودات معنا. يعني أنا هون لما أسمح لهذه الذرة إنها تتفاعل أو تتبادل الحرارة مع هذه الذرة لفترة طويلة، فأنا بسمح لها إنها تعمل توازن كامل ما بين الذرتين، حيث إنه أنا على سبيل المثال لو كانت هذه الذرة الموجودة عندي واحدة من الذرتين اللي هي الساخنة درجة حرارتها مثل ما قلنا على سبيل المثال، خلينا نرجع لهون، درجة الحرارة عندي مثل ما قلنا 45 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الباردة مثلا 13 درجة مئوية. فإحنا راح نيجي لهون ونشوف هاي الذرات تتفاعل مع بعضها البعض، وبيصير في عندي تبادل حراري ما بين درجة 45 وما بين درجة 13. طبعا أنا في حال تركت هاي الذرات وقت معين أو وقت كافي حتى تتبادل الحرارة ما بين أو الحمل الحراري ما بين الساخنة والباردة، فأنا بهاي الحالة راح يصير في عندي توازن حراري بحيث أنه أنا أجمع الرقم 45 بالرقم 13 أقسم على 2. ولكن إحنا في الحالة الواقعية ما بنسمح لهاي الذرات بأنها تقوم بالتبادل الحراري الكامل، لأنه التلامس والتبادل الحراري يحتاج إلى وقت معين حتى يتم التوازن ما بين الذرة الساخنة والذرة الباردة. بالتالي أنا بصير عندي توازن حراري معين عند درجة حرارة معينة، وتغادر طبعا الذرة الساخنة وتغادر الذرة الباردة عن بعضهم البعض، ومن ثم إحنا راح نرجع نخليهم يلتقوا مرة أخرى حتى يحدث تبادل آخر، وتستمر هذه العملية حتى يصير عندي توازن ما بين الدرجة العظمى الموجودة عندي والدرجة الدنيا. طيب خلينا إحنا نيجي نرجع لهون ونشوف، خلينا نمثل هذه العملية هون بأنه أنا أبسط الأمور وأقول أنه أنا في عندي هون عبارة عن هذا الناقل، هذا الناقل الموجود عندي راح أعتبر أنه أنا عندي هون نواقل دواقل لذرات الهواء البارد، تمام؟ راح أعتبر أنها هون عندي على سبيل المثال عندي ناقلة أو سيارة، اعتبرها ما شئت، المهم أنه أنا في عندي جسم هون يحمل ذرات الهواء البارد. هذا هون عندي المواصفة اللي بتكون متوفرة في هذا الجزء أو في هذه الناقلة الموجودة عندي شيئين، الشيء الأول أنها تحمل كمية من ذرات الهواء البارد ذات المحتوى الحراري القليل، وأيضا لديها طاقة حركية أيضا تحرك هذا الجسم الحامل لهذه الذرات. بالتالي الطاقة الحركية اللي اكتسبتها طبعا هذه الناقلة اللي بتحمل الذرات الباردة اكتسبتها هون عندي من دفع المروحة اللي كانت طبعا دفعتها في البداية، بالتالي انتقلت هذه النواقل وطبعا راح تخرج من بدفع طبعا الهواء. احنا هون عاملين اللي هو طبعا فتحة، وراح تخرج هذه الناقلة الموجودة عندي بذرات الهواء اللي موجودة فيها، وتخرج باتجاه المكان أو السبيس اللي موجود معنا في هذه الطريقة، تدخل إلى هذا السبيس. طبعا
حسب قوة الدفع اللي موجودة معنا، سواء راح تصل عندي لهون مثلا، أو إذا كان عندي الدفع مثلا بالنسبة لهذه الناقلة اللي بتحمل عندي هذه الذرات، ممكن إنها تصل لهون حسب القوة طبعا اللي عم تدفعها، أو ممكن توصل معي مثلا إلى هاي المرحلة من سبيس أو من المكان. بالتالي أنا هون هاي الانطلاقة اللي انطلقتها هذه الناقلة اللي بتحمل عندي الذرات الباردة، في حال إنها أنا وصلتها إلى هذا المكان الأول الموجود عندي هون، فطبعا هون راح تكون هاي الذرات اللي موجودة تتبادل مع الذرات اللي موجودة في هذا المحيط، تبادل ما بين درجات الحرارة المرتفعة ودرجات الحرارة المنخفضة. أيضا في حال أنا دفعت هذه الناقلة إلى الأمام، راح تبدأ بتبادل الحرارة ما بين هذه الذرات والذرات الموجودة حولها. أيضا هون في حال أنا دفعتها هون، فهي راح تبدأ أيضا بتبادل ما بين الذرات الساخنة والذرات الباردة. بالتالي أنا هون كل ما كانت هذه الناقلة الموجودة معي واللي تحمل الذرات الباردة اللي تحمل طاقة حركية أقوى، طبعا هون هي مجرد ما طلعت عندي من هذا المخرج هي ما راح تظل محملة، راح تبدأ بتفريغ هذه الذرات، فهي بتظل منطلقة عندها طاقة حركية تصل حتى النهاية، ولكن مع بدء خروجها من هون من مجرى الهواء راح تبدأ هذه الذرات في السقوط من هذه الناقلة تباعا. بالتالي أنا هون راح يصير عندي توزيع على هذا الخط، ذرات راح تتساقط بشكل يعني متسلسل، تمام، وراح يكون عندي هاي المنطقة كاملة راح يصير فيها تبادل حراري ما بين الذرات الساخنة والذرات الباردة، ولكن ليس تبادل حراري كامل، لأنه أنا هاي النواقل أنا راح أضطر أسحبها مباشرة بحيث أني أسحبها وأرجعها إلى الخلف من هاي الـ FCU الموجودة عندي، ومن خلال سحب المروحة الخلفي وأرجع أنا أبردها مرة أخرى، لأن هي راح تكون حاملة لذرات قامت بالتبادل الحراري ما بين الذرات الباردة والذرات الساخنة، وبالتالي تم تعديل سواء في درجة الحرارة هاي الساخنة، وأيضا ارتفعت الحرارة نسبيا في درجات الحرارة الباردة، فهاي النواقل راح ترجع تحمل الذرات اللي تفاعلت مع بعضها وبدرجة حرارة معينة، أو ترجع إلى خلف هذه المروحة من هون، وثم نقوم بتبريدها مرة أخرى ودفعها باتجاه الأمام. طبعا هون أنا كل ما كانت الطاقة الحركية اللي أنا مكسبها إلى هذه الناقلات اللي بتحمل هذه الذرات كل ما كانت أكبر، يعني أنا كل ما كانت سرعة المروحة عندي أعلى، كل ما وصلت هاي الناقلات اللي بتحمل طبعا الذرات الهوائية الباردة إلى آخر هذا السبيس اللي موجود معي. في حال كانت طبعا عندي النواقل هاي السرعة ضعيفة، فإحنا ممكن ما نوصل إلى هذا الجزء، إحنا ممكن نصل إلى هذا الجزء فقط، تمام، وهذا الجزء رح يبقى طبعا بدون تبادل حراري، ريثما طبعا تصله ذرات الهواء البارد ويبدأ بالتبادل ما بين هذه الذرات وما بين هذه الذرات. أيضا في حال كانت عندي أنا السرعة قليلة أيضا جدا، ممكن الهواء عندي ما يصل إلى هذا المكان الموجود هون، إنما فقط بيطلع عندي هون وتنتهي الطاقة الحركية اللي مكتسبيتها هذه الناقلة، فيتم التبادل الحراري ما بين هذه الذرات الموجودة هون والذرات المحيطة اللي راح تلتقي فيها، بينما الذرات اللي موجودة هون عندي في الأخير راح تنتظر ريثما يصلها طبعا الذرات الباردة وتبدأ بعملية تبادل حراري. طيب أنا في حال عملت تصميم معين وعملت دراسة صحيحة وخليت أنا التوزيع عندي هون أربع مخارج، أنا جبت هاي الناقلات وعطيتها طاقة حركية قوية وخرجت من هون ناقلة ثانية بدأت بتوزيع الهواء على هذا المسار، وبالتالي بدأ التبادل الحراري ما بين الذرات الساخنة والذرات الباردة. أيضا هون عندي المخرج الثاني وعندي هون هذه الناقلة. إذا أنا هون بهاي الحالة لما أكون دارس التكييف بشكل صحيح
هذا هو الدراسة النموذجية، بحيث أنه أنا هاي النواقل اللي أنا محملة ذرات الهواء البارد واللي خرجت عندي من هذا الدكت ومن هذا المخرج الأول يكون عندها طاقة حركية قوية بحيث تصل عندي إلى على الأقل قبل نهاية هذا السبيس اللي موجود معي. ومثل ما قلنا إحنا بمجرد خروجها وبدء خروجها واصطدامها بهواء بالهواء الساخن هون راح تبدأ عملية التفريغ، وهي ماشية طبعا للهواء البارد لأنه هون الذرات طبعا مختلفة الأوزان، ما راح تكون طبعا أوزانها وبرودتها أيضا متجانسة، بالتالي كل ما كانت هون تحمل برودة أكثر الذرة كل ما كان وزنها أكبر، وبالتالي تسقط قبل الذرة التي تحمل برودة أقل. وبالتالي احنا هون هذه العربة او هذه الناقلة اللي بتشيل هون شايلة معي شو الذرات الباردة، تبدأ بتوزيع الهواء وهي ماشية على هذا المسار حتى المنطقة هاي المحيطة في هذه العربات اللي موجودة عندي هون تبدأ بالتبادل الحراري، لانه صار في عندي تقارب ما بين الجزيئات الباردة وما بين الجزيئات الساخنة. وبالتالي انا هون لما اعطيت هذه النواقل الموجودة معي اللي شايلة هاي الذرات الباردة ووزعتها بهذه الطريقة، أنا بهاي الطريقة بكون يعني سمحت لنسبة كبيرة من ذرات الهواء الساخن الموجودة داخل السبيس بسرعة التبادل الحراري ما بين الذرات الساخنة والذرات الباردة. وهاي النواقل الموجودة عندي كلها راح بعد ما تقوم بالتبادل الحراري خلال الزمن المسموح لها بالبقاء وراح ترجع كلها وترجع هون بواسطة السحب، طبعا احنا بنسميه الهواء الراجع او الريتيرن، وتدخل الى داخل هذه الاف سي يو الموجودة معي ويتم تبريد الذرات القادمة مرة اخرى وادخالها داخل مجرى الدكت اللي موجود معنا هون واعطائها ايضا الطاقة الحركية المطلوبة. في حال انا طبعا خففت السرعة بالنسبة لهذه المروحة، فاحنا هون احنا راح نقول انه ممكن هذه العربات الاخيره اللي موجوده معي هون ما يصل الهواء الا هون، لانه انا اعطيت طاقه حركيه معينه بحيث هذه الطاقه تدفع هاي العربات اللي شايله عندي هون الذرات البارده الى مسافه معينه. احنا بنسميه هذا هون بالنسبه للجريل احنا بنسميه اللي هو الثرو او القذف اللي بيكون طبعا طالعه فيه ذرات الهواء، فحسب القوه اللي هي بتكون يعني محمل فيها هاي العربات الموجودة حسب الطاقة الحركية اللي بتثبتها من المروحة هي تصل إلى أبعد مدى ممكن، ولكن حسب الطاقة الحركية. طيب أنا في حال أنا جيت لهون وطلعت هاي العربة من هذا المخرج، أنا جيت لهون وجبت حائط صد ووضعته أمام هذه العربة بالقرب من هذا الدكت ومن هذا المخرج، شو اللي راح يصير بالطاقة الحركية في حال اصطدمت هذه العربة اللي بتحمل عندي الذرات الباردة في هذا الجدار؟ طبعا هي راح تصطدم بهذا الجدار وراح تفقد الكم الأكبر من طاقتها الحركية، اللهم ممكن هي تتغلب على هذا الجدار وتتقدم باتجاه الأمام مسافة بسيطة ولكنها لن تصل إلى هذا المكان، بالتالي أنا هون رح يتوقف عندي معظم الذرات الباردة، رح يكون المجال اللي وصلته طبعا مسافة بسيطة من المخرج، ويتم التبادل الحراري في هذه المناطق القريبة من الدكت فقط، بينما هذه المناطق البعيدة وباقي الذرات الساخنة الموجودة داخل السبيس ما رح يكون في عندي تبادل حراري إلا بعد عمليات تدوير كثيرة طبعا ومرور وقت زمني كبير حتى تبرد هاي طبعا عندي المنطقة بشكل كامل، وتبدأ الذرات الباردة أيضا تقترب قليلا قليلا باتجاه الأمام، ويبدأ طبعا التبادل الحراري ما بين هاي الذرات وهاي الذرات، بالتالي أنا بهاي الحالة بكون أخرت عملية التبريد وعملية التبادل الحراري. عملية التبريد معناها أنه أنا أقوم بالتخلص من هذه الذرات اللي هي هون عندي الحمراء التي تحمل الطاقة الحرارية، وطبعا تحويل هذه الطاقة أو الحمل الحراري
إلى هذه الذرات البارده اللي موجوده معه. الشيء اللي أنا بدي أوصل له من هذا الشرح، والشيء أو الفكرة اللي أنا طبعا شفتها في ناس كثير عم يشرحوا هذا الموضوع وعم بيروجوا إلى شيء معين، واللي هو إنه أنا هون في عندي أنواع من مخارج الهواء. طبعا اللي شغالين في هذا المجال بيعرفوا هذا الموضوع. أنا هون لما كنت عم بشرح أنا كان عندي الدفع هون جانبي باتجاه الأمام، فأنا هون هذا المخرج أنا بسميه الجريل. هذا الجريل بما أنه أنا يدفع إلى الأمام أنا بسميه لينير بار جريل، وعبارة عن شبك جانبي والهواء بيطلع عندي من الجانب، ويتم طبعا قذف الهواء ودفعه باتجاه السبيس بهذه الطريقة. أيضا في عندي مخارج هواء اللي هي السلوت، واللي هي نفس هذه المخارج اللي بتكون عندي هون، مع اختلاف طبعا الديزاين والتصميم كشكل تمام، وكطبعا ديزاين بالنسبة لسرعة خروج الهواء من هذه الفتحات. يتم تركيبها باتجاه الأسفل بحيث أنه أنا أدفع الهواء باتجاه الأسفل، يعني هون أنا بكون مخرج الهواء ما بيدفع باتجاه السبيس اللي موجود معي هون، يتم دفع الهواء باتجاه الأسفل. هون الفتحة تدفع الهواء باتجاه الأسفل من هون، يعني أسفل هذا الدك الموجود عندي بيصير عندي دفع الهواء باتجاه الأسفل. طبعا هي هاي الإشكالية اللي إحنا بنواجهها، والمشكلة اللي معظم الناس طبعا مش فاهمينها، ويبحثوا طبعا عن أمور شكلية بتضر المالك أكثر ما بتفيده. إحنا طبعا الشيء اللي أنا استوقفني وحبيت أشرح هاي النظرية وهاي النقطة، إنه طبعا لما أحيانا بيجي أنا بركب هون في هاي الحالة لما يكون عندي الدكت على سايد أو على طرف هذا السبيس، أنا مثل ما شرحت لازم يكون عندي دفع الهواء باتجاه الأمام على أساس يتم توزيع هاي الناقلات اللي بتحمل الذرات الباردة بهذه الطريقة على كامل السبيس الموجود معنا. في حال طبعا أحيانا بيجي الكاستمر ماخذ فكرة خاطئة أو حد موصل له فكرة خاطئة، يقول لك أنا ما بدي الهواء يدفع باتجاه الأمام، أنا بدي الهواء يدفع باتجاه الأسفل. طيب إحنا في هاي الحالة بنقول له احنا اذا انت بدك الهواء يدفع باتجاه الاسفل، فاحنا هذا المسار بهذه الطريقه ما بيمشي حاله، لانه هذه الطريقه صارت طريقه خاطئه، فاحنا لازم احنا نجيب هذا المجرى اللي احنا شايفينه امامنا هون، هذا المسار نجيب احنا مخرج او دكت هواء مجرى هوائي بحيث يكون ماشي بالعرض بهذه الطريقه تمام، ويكون طبعا هذا هو المسار اللي بده يطلع منه عندي الهواء. وايضا انا بدي اضطر اعمل نفس هذا المجرى في كل مكان من الامكنه اللي انا طبعا هون قمت بشرحها في البدايه بهذه الطريقه تمام، حتى طبعا انا هون اقدر اشتغل واعمل سلوت جريل باتجاه الاسفل على اساس اني انا لازم اوزع الهواء بهذه الطريقه، يعني لازم يكون في عندي هواء يطلع من هذا المكان ويكون عندي هواء يطلع من هذا المكان ومن هذا المكان. اما الحاله اللي احنا المشكله بنواجهها بيكون طبعا عندنا الدكت ماشي بهذه الطريقه وما عندنا دكتات احنا ماشيه بالعرض بحيث توزع الهواء باتجاه الاسفل، ويصر الكاستمر انه يركب طبعا اللي هو السلوت جريل باتجاه الاسفل تمام. وللاسف احنا بهاي الحاله عندما يتم تركيب هاي المخارج باتجاه الاسفل بهذا الديزاين الموجود، احنا هون طبعا هاي النواقل الموجوده اللي بتحمل ذرات الهواء البارد ما راح تصل الى هذا المكان الا بعد وقت طويل، ممكن يمتد الى ساعات طويله، لانه الهواء ما عنده شيء يجبره بالذهاب الى هذا المكان بكل سهوله، يحتاج الى وقت طويل حتى طبعا ذرات الهواء البارده تصل الى هذا المكان ويتم التبادل الحراري على كامل هذا السبيس اللي موجود معنا. الهواء راح يتم دفعه باتجاه الاسفل طبعا، واحنا بيقولوا لك انه من خلال الهواء الراجع راح يسحب، هذا الكلام غير صحيح. الهواء الراجع يسحب ولكن لا يجبر كامل هذه الذرات انها تتوزع على كامل هذا السبيس. انت بالنسبه لك اذا بدك توزعها اما بيكون دفع الهواء
بمخارج موزعة على طول هذا السبيس، ويتم الدفع بشكل جانبي وبسرعة معينة بحيث يصل إلى نهاية هذا السبيس الموجود عندي، بحيث يكون توزيع الهواء نفس هذا الشكل اللي احنا راسمينه. ولكن يصر طبعا بعض الكاستمر وبعض المشكلة انه بيصوروا بعض الزملاء المهندسين انه انا عامل لك شكل جيد، ولكن هذا الشيء خاطئ 100%. في حال انت حبيت تعمل توزيع هواء باتجاه الاسفل، لازم يكون في عندنا دكتات تمشي بشكل عرضي داخل هذا السبيس، خطوط مثل ما رسمنا قبل شوي، وبحيث يكون دفع الهواء موزع نفس هذه التوزيع الموجودة معنا. الشيء الكارثي والأسوأ اللي أنا شفته في عدد من فيديوهات للزملاء، إنه بيقول لك أنا بدي أخفي لك الجريلات وبدي أعمل لك ديزاين بحيث إنه أنا أخفي لك الجريلات. يعني أنا بيحسسوني إنه الجريل عبارة عن شكل سيء، أو الجريل عبارة عن شيء مخيف. الجريل هو عبارة عن يعني أداة من أدوات التكييف وراحة الإنسان يتم استخدامها في هذا المجال. فهم للأسف اللي أنا فيديوهات اللي شفتها، مو بس إنه أنا مثلا ما خليت الهواء يطلع باتجاه عرضي من هون ويدفع الهواء باتجاه السبيس، ولا إنه دفع الهواء باتجاه الأسفل. أنا شفت فيديوهات للأسف بيركبوا هذا الدكت، ببعدوه عن هذا الجدار 40 إلى 50 سنتيمتر، وبيركبوا الجريلات بشكل عكسي تماما خلفي، وطبعا يتم دفع الهواء بشكل عكسي بحيث يضرب بالجدار من هون، وبحيث انه الجريل يكون مخفي داخل الجبس. انا ما بعرف شو الفكرة اللي بيروجوا لها، وعلى اي اساس هم يعني بيشتغلوا بهذه الطريقة. فالهواء يتم طبعا دفعه بشكل عكسي. انا هون بكون عندي السبيس الموجود، هاي الاريا اللي انا بدي ابردها، وهم على اساس انه عم يخترعوا شيء شكله جميل، يقوموا طبعا ب يعني عمل خطأ فادح بالنسبة لموضوع التبريد، ويقوموا بتركيب الجريلات بشكل عكسي، وتقوم بدفع الهواء على مسافة 40 إلى 50 سنتيمتر على هذا الجدار. طيب، إذا أنا طلعت هاي الحوامل الموجودة معي وهاي العربات وبسرعة معينة، واللي بتحمل طاقة حرارية، طاقة حركية عفوا معينة، واصطدمت بهذا الجدار، هذا الهواء راح يصطدم هون بهذا الجدار، فراح يفقد 90% من طاقته الحركية. بالتالي ذرات الهواء راح تنزل عندي هون في هذا السبيس فقط على بعد نص متر إلى متر ماكسيموم من هذا الجدار، وباقي السبيس هون راح يبقى ينتظر ساعات طويلة جدا حتى يتم طبعا وصول ذرات الهواء البارد. وأقوم أنا هون بسحب هذه العربات الحاملة اللي هون تم التبادل الحراري فيها في هذه المنطقة فقط، وبترجع هون عندي على الاف سي يو، ويتم ارسالها مرة اخرى، وانتظر عدد كبير من الساعات حتى يصير دور انه احنا نوصل ذرات الهواء الباردة الى هذا السبيس. طبعا هذا خطأ فادح وغير مقبول في مجال التكييف، ولكن للأسف انا شفت فيديوهات كثير مش بس انهم بيركبوا الدكت بهذه الطريقة وبيدفعوا الهواء باتجاه الاسفل، ولكن بيدفعوه باتجاه الخلف. يعني احنا واصلين لمرحلة من يعني الاخطاء الفنية اللي طبعا المخترعين واللي اخترعوا مبادئ التكييف واللي اخترعوا مبادئ التبريد والفيزياء وغيرها، اكيد مش احنا، واحنا درسنا هاي الامور كلياتها كمعلومات يعني مشتقاة من الغرب ومن العلماء اللي اخترعوها. فاحنا نيجي بين يوم وليلة نلغي كل هذه الفيزياء المدروسة وكل هذه القوانين، على اساس انه نيجي احنا نقول للكاستمر شوف احنا شو عملنا لك اختراع هون، الجريلات مش باينة معنا، الجريلات انا اخفيت لك الجريلات، انا ما بعرف كيف مخرج هواء انت بتخفيه. مخرج هواء هذا اسمه ما لازم يكون في امامه اي عائق اطلاقا. كيف انت بتركب هذه الجريلات بشكل عكسي وبتخليه الهواء يضرب في الجدار؟ شو الشيء اللي بيجبر ذرات الهواء اللي ضربت بالجدار وفقدت طاقتها الحركية انها تنتقل الى هذا السبيس والى هون على الطرف الثاني؟ ما في شيء بيجبرها نهائيا. هي هون راح يصير المنطقة هاي اللي هون عندي هون باردة فقط، وهون راح تنتظر هذه المنطقة عدد كبير من الساعات وما راح تبرد بالاخير، لانه عمليا انا هون
صحيح انه في هواء بارد عم يكون باتجاه الاسفل، ولكن انا في عندي حمل حراري متواصل، يعني انا هون مش الحمل الحراري الموجود ومنعت دخول الحمل الحراري من الخارج، الحمل الحراري مستمر بالدخول الى داخل هذا المكان، سواء مثل ما درسنا الاحمال الداخليه او الاحمال الخارجيه من الجدران ومن الاسقف والنوافذ وغيرها. فبالتالي احنا مستمرين في طبعا ادخال هذا الحمل الحراري باتجاه السبيس اللي موجود معنا. فاحنا اذا ما ارسلنا احنا هذه النواقل او هذه العربات اللي بتحمل الهواء البارد وذرات الهواء البارد، اذا ما ارسلناها احنا الى كامل السبيس بحيث يصير في عندي تسريع لعمليه التبادل الحراري ما بين الذرات الساخنه والذرات البارده، احنا فشلنا في عملنا في مجال التبريد، ولكن للأسف كثير من الأخطاء والمغالطات اللي بروجولها كثير من الزملاء المهندسين أو الشغالين في هذا المجال، وبصوروا فيديوهات على أساس أنهم يرضوا الكاستمر وهم بنفس الوقت عم بيضروه أكثر ما بفيدوه، لأنه في أمور فيزيائية في أمور هندسية المفروض إحنا ما نتجاوزها ولا نتخطاها ولا نسيء طبعا لهي الأمور والقوانين الفيزيائية، اللي طبعا أنا حبيت أوضح هذه النقطة في هذه المحاضرة، ونشوف مع بعض طبعا طريقة حركة ذرات الهواء وطريقة التبادل الحراري ما بين الذرات الساخنة والذرات الباردة. لذلك رجاء أنا من خلال هذا الفيديو اللي راح نحمله إحنا على قناتنا على اليوتيوب، دائما كل شيء ما تم تصنيعه بشكل عشوائي ولا تم اختراعه بشكل عشوائي، هذا الجريل اللي بيكون عندي هون الدكت على سايد السبيس لازم يكون دفع الهواء لينير بار جريل، يعني دفع الهواء باتجاه الامام حصرا، ما بصير انا اركب سلوت جريل بحيث يدفع عندي الهواء بجانب الجدار وانتظر انه ذرات الهواء البارد تنتقل لوحدها وتيجي لهون تعمل عملية تبادل حراري، هذا الامر لا يجوز اطلاقا. ولكن للاسف الـ يعني الشيء المؤسف انه ايضا مش بس بيدفعوا الهواء باتجاه الاسفل، مثل ما قلنا بيركبوا جريلات بشكل عكسي بحيث تدفع الهواء باتجاه الجدار الخلفي على اساس انه يخفي الجريلات وما يشوفها الكاستمر. لذلك الشيء الحقيقي والشيء المنطقي والشيء الصحيح انه في حال كان عندي الدكت على سايد هذا السبيس لازم يكون دفع الهواء باتجاه الامام، وفي حال انت حبيت يكون دفع الهواء باتجاه الاسفل لازم تعمل دكتات وتعمل برانشات تكون مخترقه هذا العرض اللي موجود عندي بهذه الطريقه ضمن خطوط من الدكتات، ومن بعدها انت بتعمل مخارج هواء موزع على كامل هذه الخطوط بحيث يصير عندي انا دفع هواء على كامل الاريا الموجوده معي. موضوع انك تركب جريلات بشكل عكسي طبعا هذه انا بعتبرها جريمه في حق العمل، ولكن للاسف انا شفت فيديوهات ومنفذين هذا الموضوع، فأنا حبيت أبدي رأيي في هذا الموضوع وأقدم النصيحة من خلال هذا الفيديو اللي شفناه مع بعض. راح نتوقف في هذا الفيديو عند هذا الحد. يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام.